مساء الفل. زمان واحنا صغيرين كنا فاهمين ان الحب اخره الجواز، وان كل مشاعر الشوق واللهفه وحلاوه البدايات هتكون في انتظارها نهايه سعيده فيها زفه وزغروطه. بس لما كبرنا وجربنا طعم الفراق وكسره القلب، عرفنا ان مش دايما ده بيحصل، واحيانا بنلاقي ان الحب حاجه والجواز حاجه تانيه خالص. الحب مشاعر عامله زي الحادثه، فجاه بتلاقي نفسك مخبوط وبتنزف من غير ما تختار اللي حبيته، ولا هو كمان يختار. لكن الجواز عقد اتفاق لازم بيدخل فيه العقل عشان يوزن الامور ويشوف العقد ده لمصلحه مين من الطرفين، ومصلحتهم هما الاثنين ولا لا. ورغم ان في ناس محظوظه جمعت في ارتباطها بين الحب والجواز من شخص واحد، لكن في ناس كتير بحكم التجربة اضطرت ان هي تحب شخص وتتجوز من شخص تاني خالص، زي اسماء بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت بتقول لنا: كنت بكتب مشاعري تجاه حبي القديم في اجندة وجوزي شافها. طب جوزها بقى لما قرا مذكرات اللي هي كاتباها دي اتصرف ازاي؟ طب هي ردت عليه قالت له ايه؟ تعالوا نعرف الحكايه من اولها ونشوف ايه اللي حصل. اسمي اسماء، من احد مراكز محافظه الفيوم. عندي 25 سنه. بدات حكايتي لما كنت في ثانوي، وفوجئت بزميل ليا بعت لي مع بنت صاحبتي انه بيحبني وعايز يرتبط بيا. قلت لها احنا لسه في ثانوي، وانا رافضه فكره الحب والارتباط دلوقتي، وشايفه انه لسه بدري. بس هو أصر وقال إنه متأكد جدا من مشاعره وقد كل حرف بيقوله، وعشان يثبت كلامه راح بالفعل لوالدتي وقال لها: أنا بحب بنتك جدا وعايزة أتقدم لها. ومع كتر إصراره ورجولته اللي كانت بتثبتها تصرفاته وأفعاله، وقعت في حبه، وبقيت أنا كمان متعلقة بيه جدا. ولما وصلنا للجامعة وراح لوالدتي تاني عشان يتقدم رسمي، والدتي قالت له: لسه شوية، انتوا لسه طلبة لحد ما تقدم لي جوزي الحالي. وشاء النصيب اننا وافقنا، وده بعد مواجهات كتير بيني وبين اهلي اللي صمموا عليه لانه كان جاهز، في حين ان الولد اللي بيحبني كان لسه بيدرس. بس بصراحة هو ما تأخرش، ومع ذلك اهلي كانوا رافضين بشدة، ووالدي قال لي كلام مش كويس بيوضح رفضه الشديد ليه. ورغم اني كنت بحبه بشدة وميالة ليه، بس كنت مقتنعة جدا ان ما ينفعش اعصي اهلي لاي سبب او عشان اي حد مهما كان هو مين. وبالتالي سمعت كلامهم في النهاية، واضطريت انسى الانسان اللي حبني وحبيته. وقلت لنفسي جواز الحب مش بيدوم. وفعلا كلمت الولد اللي كنت بحبه وحكيت له كل حاجة، واتفارقنا لما لبست دبلة الخطوبة. جوازي من جوزي كان جواز عقل بنسبة 100%. شفت فيه شخص متدين عارف ربنا وأهله معرفتنا وناس طيبين، ده غير إن أهلي موافقين وشايفينه مناسب، وأكيد هم عايزين مصلحتي. مع أول سنة جواز جوزي حياته معايا كانت عادية جدا، أو يمكن ملحقتش أحس بحاجة لأنها كانت آخر سنة تخرج. كانت هي أول سنة جواز ليا، وكنت مشغولة بالجامعة جدا ولسه ما ركزتش بقى في موضوع الجواز قوي. في السنة دي حصل حمل، ومع تاني سنة وانا معايا ابني شفت من جوزي اهمال كبير وعدم اهتمام، ولما اشتكيت ما اهتمش بشكوتي. اشتكيت تاني ولا شيء جد، اشتكيت تالت ما حصلش حاجة. ولاننا في مجتمع شرقي اتفهمت غلط واتحاسبت بدل محاسب، وتقال لي انت عايزاه يقعد جنبك على طول، بالرغم من اني كنت بقعد بالاسبوع مش بشوفه غير قبل ما انام. اقول له ايه رايك نخرج؟ يقول لي لا. طب ساعدني في تربيه ابنك، امال انت لازمتك ايه؟ طب اتكلم معايا شويه زي ما بتقعد مع اهلك، بطلي دلع. شويه وظهرت ليا مشاكل اكتر لما بقت كل حياته مع امه وابوه اللي كانوا ساكنين تحت مني في
في نفس البيت، كان بيساعد أبوه في شغله بدون مقابل، ودايما قاعد عند مامته بسبب وبدون سبب. كنت بعرف تفاصيل حياته من أهله، خصوصا والدته، ما كانش بيتكلم معايا في حاجة عن حياته أو شغله. حاولت كتير أتكلم معاه، قلت له أنا ليا حق عليك وليا حقوق زي ما أهلك ليهم حقوق، زي ما أنت هتتحاسب عليهم أنا كمان ربنا هيسألك عليا وعن معاملتك ليا. وفي كل مرة كان بيرد يقول دول أهلي، ولو عاشوا النهاردة مش هيعيشوا بكرة، وكلكم ومعاملته الجافة ليا كوم تاني. كنت بطلب منه يجيب لي أي هدية في عيد ميلادي أو عيد جوازنا، حتى لو شوكولاتاية بجنيه، كان يرد يقول لي هاتي انتي. أغلب المشاعر والحب والرومانسية قتلها فيا، وأهله استهلكونا تماما. عايز أقولك يا سالي أنه في شهر رمضان كان بينزل يفطر معاهم ويسيبني أفطر لوحدي. لما طلبت منه أنه يسيب لي ابني يأكل معايا قال لي لأ، ابني لازم يفطر مع جدته. لما طلبت منه أقعد لوحدي بعيد عن بيت العيلة، فوجئت بحماية بيتدخل وبيقول لي بمنتهى الغضب والعصبية، ده أنا جوزه تاني ولا إنك تاخديه وتروحوا تقعدوا لوحدكم. ولما كان أهله بيغلطوا فيا قدامه ما كنتش بلاقي أي رد فعل منه ممكن يحفظ كرامتي أو يرد اعتباري، ولا حتى أي كلمة يكبر بيها خاطري، مع إنه بيبقى واثق إنهم جايين عليا. وغصب عني من جوايا افتكرت ذكريات ومشاعر زمان، وإزاي أنا سبت الإنسان اللي كان راجل وبيحبني وحاول يتقدم لي وهو لسه بيدرس عشان ما يصاحبنيش ونعمل حاجة غلط، وفي الآخر أنا بعته. بدأت أكتب أحاسيسي ومشاعري تجاه حبي القديم في أجندة، وإزاي جوزي وأبو ابني خذلني وما كانش حنين وطيب زيه، وعشت كده لمدة سنة، وبعدين قررت أوقف كل حاجة خوف من ربنا. بس للأسف شلت الأجندة ونسيت أنا شايلها فين، لحد ما وقعت في إيد جوزي، وحياتي بقت جحيم أكتر من الأول بكتير. بقى يضربني يوميا ويسمعني أسوأ إهانة وشتيمة ليا والأهلي، ولما رحت الأهلي كملوا عليا. بصراحة ليهم حق، بس كان نفسي ياخدوا في الاعتبار اني بطلت من تلقاء نفسي، وان عمايل جوزي واهله فيا هي اللي وصلتني لكده. والحقيقه جوزي ما حكاش حاجه لاهله عن الاجنده دي، وقال لي مش هينفع افتح معاهم كلام زي ده ويفضلوا يعايروكي، وابني يسمع ويفهم الكلام ده كله. وبعد فتره انفصلنا شويه، طلبت من جوزي اني ارجع له تاني، وحطيت كل طاقتي اني ابدا حياه جديده معاه، خصوصا بعد ما اهلي شتموني وشكروا فيه. بس للاسف جوزي وافق انه يرجعني عشان يذلني حرفيا. بقيت خدامه لاهله وبنزل لهم كل يوم اخدمهم بالامر، وعلى طول ضرب واهانه ومنع عني التليفونات والخروج. وامي قالت لي تستاهلي، انت اللي عملتي كده في نفسك. ولما طلبت الطلاق قال لي خدي هدومك وامشي، وابنك مش هتاخديه وهتشوفيه يوم واحد في الاسبوع. ما اقدرش اسيب ابني، خصوصا ان والدي صدق على كلامه وقال لي لو هتطلقي يبقى الواد يخصه. انا حاليا يا سالي مقتوله من جوايا، ومقتوله نفسيا وعاطفيا وروحيا، وانتي اكتر واحده بحبها، وحاسه انك ممكن تفهميني وتساعديني. قولي لي اعمل ايه؟ لحد هنا وخلصت رساله اسماء، رساله تخليك تقعد تفكر هي ظالم ولا مظلوم. طب ما انا اشتكيت لك مره واتنين وتلاته وقلت لك ما تسيبنيش، محتاجه منك كلمتين حلوين، عملت ايه؟ ولا حاجه. طب ما انا مينفعش اقول انه صح او غلط، بس ما انا قلت لك ما تسيبنيش للشيطان، قلت لك ما تسيبنيش لوحدي.
طب يا ترى أسماء ممكن ترجع تاني تكسب ثقة جوزها ازاي بعد اللي حصل؟ وهل في أمل ان هو ممكن يسامحها بعد ما حس ان هو مأذي في كرامته ورجولته، بس مش عارف ان هو كان سبب من الأسباب؟ وليه زي ما كلهم غلطوها في موقف الأجندة ده محدش وقف معاها أيام ما كانت بتتضرب وتتهان في بيت العيلة، بينزلوا ياكلوا لوحدهم وهي لأ؟ ليه؟ ولو العلاقة دي ما اتصلحتش وفضل الحال على كده، ايه التصرف السليم اللي المفروض تعمله أسماء؟ خصوصا ان جوزها هددها انه هياخد ابنها لو هي اتطلقت واهله ايدوه. طب يا ترى لو راح اتجوز وقال لها انا عملت زي ما عملتي بس على الاقل ده حق من حقوقي، ولا فضل يهينها كده طول العمر مرجعها عشان يذلها؟ طب كنت بترجع ليه لو مش قادر تسامح؟ دي عندها 25 سنة، انت اديتها ايه؟ ولا هو مجتمع كده؟ عايز اسال اسئله كتير جدا النهارده، وانا معروفه لا هاخد صف ده ولا هاخد صف. لك سليم ما بتحبش الرجاله، سليم مع الستات، ولا مع انا مع المظلوم لانه ده حرام. ولو ست كانت وصلت جوزها ان هو يوصل لكده وراجع ندمان وبعت لنا، كنت هاخد نفس الموقف اللي هتعرفه في اخر الحلقه. بس في عندي اسئله كتير قوي قوي في حكايتك يا اسماء، هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنوني.